الله لا يصبحكم الا بكل خير، كيف حالكم؟ طيبين ولا عليكم خلاف؟ الله يجعلها ان شاء الله. وصلنا ابشركم للمركز حقنا جنب الغدير، هنا ان شاء الله بتكون الجلسه حقتنا. وهنا شبت النار تحت الشجره، هنا كاي القدر حق الضغط والقز، وبسوي لكم مقطع بسيط كذا، مونتاج بسيط ان شاء الله انه يعجبكم. قفل
بتكريم المشاركين والمميزين في حفلنا هذا. بتكريم المشاركين خالد مطر الزهراني مدير المركز التنمية الاجتماعية للباحة السابقة، خالد مستر محمد الطويل مشرف الجمعيات الخيرية، مستر الدكتور مشبب الأسملي ينوب عنه الأستاذ طلال أحمد خلوفة المتحدث الرسمي لجمع الباحة الصحية، الدكتور مشبب الأسملي ينوب عنه الدكتور عبد الدائم العنزي مدير شؤون الصحية منطقة الباحة ينوب عنه الأستاذ إبراهيم مقبول، الدكتور الجميل المحبوب محبوب نحن به الإكرام الدكتور عبد الله عبد الخالق الغامدي، الدكتور الأستاذ سيد سليمان مدير مستشفى حمد سير، الدكتور جمال الغامدي، الدكتور بدر سعد طاوي الغامدي، الدكتور ناصر عسيري، ناصر عبد الله الزهراني، الدكتور خلدون. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالصحة والعافية. أشكر المحبوب خادم الحرمين. يا اخوان التقيت بواحد معه ولد حلو اسمه سعيد الغامدي ونعم الرجل عنده ولد اسمه مشاري، قال لي اقسم بالله من يوم رجع المدرسه ما رقد، لو رقد ما عاد يصحى يفوت الحفل ويبغى يشوفه. هذا هو مشاري بالله رقدت ولا ما رقدت؟ عشان من؟ لا تكسروا معه ترى الانسان يستاهل. الله يا لالويته يا ناس الله يجعلني في دروحك يا شيخ. هاك خل جوالي معك سنابي تهرج معهم شوية أنا بتهرج معهم. والله نسيت. أهني وأبارك جمعية إكرام المسنين إكرام لحصولهم على رخصة اعتماد لإدارة الأزمات والكوارث في منطقة الباحة، وأسأل الله العظيم أنها تكون فاتحة خير عليهم. منبري هذا أعلن أنا يا سعيد حانش الزهراني أني داعم لهذه الجمعية إلى أن تقوم الساعة ولا ربي يأخذ أمانك. الله لا يضيع لهم تعب، مجهود عظيم يشكرون عليه. أعيد وأكرر الله لا يضيع لهم تعب ويجعلهم في الوجود. ونشكر الداعمين والقائمين والمسؤولين والعاملين والمشرفين على هذا المشروع الجبار صراحة. الله يديمهم يجعلهم في الوجود. ودعناكم الله. صديق الجميل المشهور لجام مكة متعني إلى هذا المكان الأستاذ سعيد حنش الزهراني مرحبا ومسهلا الله يحييك وشكرا لك. قولوا لا إله إلا الله. معنا إعلان زي ما عودتكم، ما أجيب لكم إلا حاجة ونعم كفو صليبة راس، صح ولا لا؟ أنا عودتكم كذا صح ولا لا؟ اليوم معنا كافي في بلجرشي اسمه 40 ملي. بغض النظر عن أنه إعلان، ترى أنا دائما والله العظيم قد جيتني يمكن 3 أو 4 مرات قهوة على كيف كيفك. تابعوا السنوات الجاية بتنبسطوا إن شاء الله. بما أنه كافي خلوني أوريكم البن اللي يستخدمه من أجود أنواع البن. شوفوه، هذا كولومبي، هذا كوست تريكي، اثيوبي، هنا سلالات القهوة، كلام فاخر من الاخر. وش اسم القهوة؟ فا 60. هذا القهوة حقتي فا 60. انت روح عندك عشان قول له عطني قهوة 60، هو يعرف. لا كذي يجيب لك طاسة، سمعت؟ يجيب لك طاسة زي كذي، شوفها كذي طاسة، هم يحط فيها، ما هو لا ما هو طاسة، ابريك، هم يحط فيها من عندهم حلا يا عيال اسمه تارت. من قوة ما صاحب الكافي واثق في الحلا هذا يقول أنا أراهن عليه. قلت له شوف أنا إنسان إذا في شيء أشهرني إني أنا ما أسلك ولا أحب اللخلخة والمجامل، بذوق قدامكم والله العظيم إن عجبني بقول لكم والله إنه حلو، وما عجبني بقول لكم والله الله يكرم النعمة. بسم الله نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع محشي. طلع محشي.
عليه قوجو ربك على فنه والله الشهادة لله قسما بالله فنه مصروف قليل لم تسجيله صبحتوا بالخير كيف الحال طيبين دوبي وصلت الفندق قسما بالله العظيم كل عظمة في جسمي تضيمني وتعبني وقهرت في عمري أنا بكرة إن شاء الله أول ما نصحى الظهر نلم عفشنا نطبق أغراضنا وباسمك يا رحمن إلى أبها منطقة جديدة فعاليات جديدة أماكن جديدة بإذن الله المحتوى حق سنابي الأربع الأيام القادمة يا شق بطني اشهد لا اله الا الله شيء يهول شيء ياخذ العقل شيء يا لله ولا تنسون الحدث التاريخي في حياة سعيد حنش اللي بيصير يوم السبت حقين ابها اهل ابها يا عزوتي ومحزمي الله يعزكم اقترحوا علي اماكن حلوه اروحها في ابها اقترحوا علي اماكن حلوه اروحها في ابها نزلوها في السنابة الصورة اللي بنزلها لكم بعد شوي وبس والله استأذنكم بروح أرقد وهاي خط بكرة بالدباب لنا بها اللهم استعان وبس والله انتبهوا لأنفسكم سعيد يحبكم في أمان الله.